جافا كابيل هيومن رايتس ليج. الكلمة لجامعة حقوق الإنسان للقبائل. سيدتي نائبة الرئيسة، السيدات والسادة، باسم رابطة القبائل لحقوق الإنسان أوجه لكم تحية، وأود بداية أن نشدد على القيم التي تجمعنا، وهي قيم السلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وعلى هذه الأسس يؤسفني أن أحيطكم علما بالوضع المؤسف والمأساوي لحقوق الإنسان في منطقة القبائل. حاليا أكثر من 500 شخص من المسلمين معتقلين في السجون الجزائرية، وأن 38 من أولئك الأشخاص محكومون بالإعدام لجرائم لم يرتكبوها. أما الذين يطلق سراحهم يتعرضون بشكل مستمر للمضايقة القانونية وللترهيب، ويتم دائما ملاحقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان. على سبيل المثال ماتيد أغار، وكانت معتقلة لمدة 3 أعوام، أو كان معتقلا عفوا لمدة 3 أعوام، وعندما أطلق سراحه تم اقتطافه من منزله، وهو اليوم في عداد المفقودين. هذا مجرد مثل على الأنشطة التي تقوم بها السلطات الجزائرية وهيئات الشرطة في الجزائر، وأن وضع المعتقلين من مجموعة القبائل وضع مأساوي ويتسم بالكثير من الانتهاكات، وأن القيام بإضرابات والامتناع عن الأكل لا يؤدي إلى تفاقم هذه الظروف السيئة، وأن الأسر عليها أن تقطع مسافات مئات من الكيلومترات لتزور الأسر، وأن هذه الأوضاع وهذه القيود تؤثر على كل نواحي الحياة في هذه المناطق، فإن أي صوت معترض أو منتقد يتم إسكاته، أكان ذلك في المدارس أو في أي أوساط أخرى. وحتى أسر المقتولين لا يمكنها أن تبكي أمواتها على قبورهم، لأنهم وأن الحكومة الجزائرية تقوم بكل ما في وسعها من أجل أن تمحي أثار القبائل، فلديها جدول أعمال بمحو هذه المجموعة من الشعوب الأصلية. على سبيل المثال تقوم الحكومة الجزائرية بملاحقة المواطنين الكنديين من أصل قبائلي، وتحاول أن تسلبهم حقهم في أراضيهم في موطنهم الأم، وهذا يعتبر انتهاكا لسيادة كندا. ومؤخرا قامت الدولة الجزائرية بطلب الرئيسة تقاطع، طلبت من فرنسا أن تطرد إحدى المناضلات من مجموعة القبائل. وأود أن أطلب من هذا الحفل الكريم أن يطلب من حكومة الجزائر أن تحترم النصوص التي وقعت عليها وصدقت عليها، وعلى أساس هذه المصادقة أن تطلق الحكومة الجزائرية سراح كل المعتقلين السياسيين، وأن تمتنع عن المحاكمات لأسباب سياسية. يجب وضع حد لكل هذه الممارسات، ولا يمكن إسكات كل أصوات المعارضة السلمية بالترهيب السياسي. أود أن أشكركم على نضالكم المستمر للنهوض بالعدالة الاجتماعية وبالسلام.